السلام عليكم، معكم ريم من قناة نكهات وأذواق. اليوم إن شاء الله رح أقدم لكم وصفتين مختلفتين لتحضير السمبوسك تستحقان بجدارة نختم فيهم شهر رمضان المبارك. يلا نشوف مع بعض طريقة التحضير. بطاوة بمقلات حطيت معلقة زيت كبيرة، حبة بصل مقطعة ناعم، رح أحط على النار لتدبل. بس تدبل البصلة منضيف عليها شرائح الفطر المقطعة ناعم، نرجعها على النار لثلاث دقايق، وبعد ثلاث دقايق منضيف عليهم صدور الدجاج. رح نحطها على النار لتستوي صدور الدجاج مع البصل والفطر، تقريبا بياخدوا ربع ساعة على نار هادية. البهارات رح نضيفها هلأ: بابريكا، كاري، هيل، توم بودرة، كزبرة وأوريغانو، كزبرة بودرة وأوريغانو. كمان حطيت شوية ذرة، بإمكانك الاستغناء عنها، مو ضروري نستعمل ذرة، بس أنا بحب طعم الذرة مع الدجاج والفطر. وحطيت بعد تقريبا خمس دقائق تانية الفليفلة الملونة احمر واخضر، بحب احط الفليفلة اخر شي مشان ما تستوي تماما، يضل فيها قرشة لذيذة. دقيقتين على النار وبرفعهم والحشوة جاهزة. الخطوة اللي بعدها هي رح احضر المزيج اللي بستعمله بلصق السمبوسك. رح استعمله بالطريقتين، وهو عبارة عن ربع كوب طحين على نصف كوب ماء، نخلطهم جيدا، هذا هو المزيج. وكمان في عندي هون تغليف السمبوسك، رح استعمل بيضة مع رشة بهارات السبعة ورشة ملح وكمان كعك مدقوق. بالنسبة للطريقة الأولى واللي حشيتها بالدجاج، استعملت عجينة رائعة جدا، ما في داعي انك تعملي العجينة ولا تتلبكي وتحضريها ولا تفرديها ولا تعملي كل هالخطوات الملبكة. استعملت التوست، كتير طيب لذيذ جدا، المهم انه يكون طازج وما يكون كتير بايت. افرديه بالشوبك، حطيه بقلب القطعة اللي بتعمل شكل السمبوسك، احشيه بموتزاريلا مع حشوة الدجاج اللي حضرتها بأول الفيديو، ومنسكر آلة السمبوسك. وهذا هو الشكل النهائي، شكله مطابق تماما لأي قطعة سمبوسك بتحضريها بإيدك بالبيت. بس طعمه بصراحة كتير طيب، ضروري كتير انه نغلفه، فرح اغلفه بالبيض من الجهة الاولى والتانية، وكمان بعد تغليفها بالبيض نرفعها ونحطها بالبقسماط او بالقرشلة، الكعك المدقوق او الخبز المفروم ناعم، حسب انتو شو بتستعملوا. المفروض انه تقعد ساعة بالتلاجة بالفريزر ساعة كاملة قبل القلي مشان تتماسك. فيكي بامكانك انك تقليها مباشرة، لكن يفضل انك تحطيها بالتلاجة ساعة تتماسك قبل ما تنزليها بزيت القلي. طبعا رائعة جدا للتفريز، بامكانك تحضير كميات منها نحطها بكيس المونة ونحطها بالفريزر لايام رمضان. رائعة جدا جدا وطعمها لذيذ جدا، اكيد رح انصحكم انه تحضروها. منكمل لحتى تخلص الكمية، او حسب لو تخلص الحشوة، او حسب انت شو بتحبي تعملي عدد قطع. خلصت الكمية كاملة، حطها بالبراد او بالفريزر لمدة ساعة، وبعد ساعة على القلي بالزيت العميق. الزيت لازم يكون عميق ومحمي على عين غاز متوسطة، لا هي كتير صغيرة ولا هي كبيرة، عين غاز متوسطة الحجم محمي عليها الزيت. وبس ليحمى منضيف عليها 3 قطع ماكسيموم، اكتر شي 3 قطع من سمبوسك الدجاج، وهذا الشي لحتى ما يكتر القطع على الزيت ويبرد الزيت منك وتصير السمبوسك يمتص زيت، فهذا الشي رح يكون طبعا مو طيب. فالافضل تحطي قطع قليلة وتحصلي على نتيجة رائعة. بالنسبة للوقت ما بتاخد وقت ابدا، 5 دقايق كل قطعة، كل وجه بياخد دقيقتين ونص، بنقلب
من قلبه على الجهة الثانية. بالنسبة للطريقة الثانية بتحضير السمبوسك، وهي سمبوسك صحية رائعة جدا ولذيذة وطعمها رائع. جبنة نابلسية بيضة برشتها ناعم، ضفت عليها معلقتين جبنة كريمة، اي نوع بتحب تستعمليه استعمليه. كمان ضفت عليها بيضة، ما رح تشعر بطعمة البيضة ابدا، ورح يعطي قوام غني للحشوة. ضفت عليها رشة حبة البركة، وبإمكانك إضافة رشة فلفل، ملح طبعا ما في داعي لأنه الأجبان الثلاثة مملحين. هلأ النوع الثالث من الجبنة هو الموتزاريلا، بإمكانك التحكم بكمية الموتزاريلا إذا بدك تحطي كوب كامل أو أكثر أو أقل. حركت الحشوة وصارت جاهزة للاستعمال، سريعة وسهلة بدون طبخ وبدون ما نحطها على النار وتاخد معنا وقت، سريعة جدا. بالنسبة لعجينة السمبوسك اللي استعملتها بالطريقة الثانية، استعملت عجينة السمبوسك مخصصة للشوي، مثل ما شايفين هي ممتصة زيت كمية كبيرة من المصنع هيك جاية، فهي مخصصة للشوي أكيد ليست للقلي. إذا قليتيها رح تمتص زيت أكتر لسه وتصير معك تقيلة جدا، فأنا بحب أستعمل هذا النوع للشوي وهو كتير لذيذ بيطلع معك على الشوي، فبتمنى أنه تجربوه بهالطريقة. حطيتها بشكل مثلث وحشيتها، وبعدين بتنيها بهذا الشكل على شكل مثلثات، وبحط اخر شيء بغلفها بمزيج الطحين مع المي وبسكرها منيح. وهذا هو شكل الصينية، رح حطها بالفرن بالوسط على درجة حرارة 180 ل 35 دقيقة تقريبا، اخر 10 دقائق بنحمرها من الاعلى. هذا هو الشكل وهي طريقة تقديمها، هيك قدمتها كانت رائعة جدا ولذيذة وصحية طبعا، ما فيها زيت ابدا ولا دهنتها بسمنة ولا بزيت، لانه العجينة عندي اللي استعملتها كانت مليانة زيت وهي مخصصة للشوي. بالنسبة لتقديم السمبوسك الدجاج، فبحب اقدمها على خس مغسول مقطع ومنشف منيح، وبقطعه وبحطهم فوق الخس، كتير تيجي طيبة مع الخس. هذا هو شكله من الداخل، رائعة جدا لذيذة طيبة كتير، اكيد بنصحكم تجربوا الطريقتين. وهذا الشكل سمبوسك الجبنة كمان من الداخل، ما شاء الله الحشوة يعني بتبارك وبتكبر بقلب القطعة او ما بتدوب معك وما بتحرجك ابدا، والجبنة النابلسية بتتماسك معك بهالشكل بهالطريقة. انا بنصحكم طبعا بالطريقتين. الصيام مقبول للجميع، وتقبل الله منكم الطاعات. بتمنى انه تشتركوا بالقناة، لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة، وان شاء الله يا رب يعيدوا علينا سنين عديدة ومديدة بالخير والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.